ونبدأ جولتنا الإخبارية. ووافق الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة الكابتن حسام حسن على تأخر انضمام لاعيبة النادي الأهلي للمعسكر المقبل حتى يوم 15 مارس بدلا من انضمامهم في يوم 12 من نفس الشهر وهو انطلاق الموعد المحدد للمعسكر. ووضعت رابطة الأندية مباراة النادي الأهلي وأنبي في الدوري لتقام يوم 15 مارس أي بعد انطلاق معسكر المنتخب بثلاثة أيام. ومن المقرر أن ينطلق المعسكر يوم 12 مارس بدون المحترفين وأيضا بدون لاعبي النادي الأهلي.